ويسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور مجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم. بعد التحية دكتور، كيف تقيمون مسيرة التعليم في المملكة والإنجازات التي تحققت طبعا في ظل التوجيهات الملكية السامية ومتابعة سمو ولي العهد رئيس الوزراء ضمن رؤية المملكة 2030؟ أولا لكم كل التحية والتقدير أستاذة. في الواقع أن التعليم دائما كان يشكل محورا مهما في الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. لذلك فنحن على يقين في الميدان التربوي بأن الإنجازات الكبيرة التي تحققت في العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة آهل بيت مفدى حفظه الله ورعاه سوف تستمر. فسموه حفظه الله يعني كان شريكا فعليا في كل الإنجازات التي تمت، وبالتالي المسيرة أيضا التي كانت ولا زالت مستمرة نحو التقدم والازدهار. فبالتالي الإنجازات التي في السابق كانت موجودة سوف تستمر، ولا شك أن تلك الإنجازات التي كان أيضا لفقيد مملكة البحرين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله وثراه دورا بارزا فيها. فبالتالي نجد أن صاحب السمو الملكي ولي العهد القائد الأعلى نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه كان يولي التعليم أهمية كبرى باعتباره الأساس الصلب للتنمية البشرية والاقتصادية، وكما أنه يرسم ملامح المستقبل في مملكة البحرين. وللتاريخ ولتحديد الانطلاقة نجد أن سموه في عام 2005 قاد المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، والذي ارتكز أختي الفاضلة على 5 مبادرات مهمة رسمت ملامح مرحلة جديدة من التطور في المسيرة التعليمية المباركة في مملكة البحرين. فكان سموه دائما يؤكد على أن هذا التطوير هو أساس من الأسس الكبيرة التي تعتمد عليها نواحي الاقتصادية ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي عظمت من دور التعليم باعتباره مدخلا أساسيا للنماء الاقتصادي والاجتماعي. نعم. حيث أن كما ما هو معلوم بأن التعليم يتعامل مع النشء من مراحل مبكرة حتى المراحل الدراسة العليا، فبالتالي هو سلسلة من المترابطة من المبادئ والقيم والمهارات التي يجب أن كل مرحلة تعزز المرحلة التي قبلها، باعتبار أن كلها تصب في بناء الشخصية المواطن باعتباره عنصرا أساسيا وهو رأس المال البشري التي تراهن عليه كل الدول. في الواقع لو نظرنا إلى مبادرات المشروع الوطني نجدها شكلت علامة كبيرة جدا، وقادها سموه الكريم بشكل بارز، وهي في الواقع يعني بدأت ثمارها الآن اليوم نجنيها، وكثير من القرارات التي رأيتموها هي نتيجة عمل تراكمي شارك فيه خبراء وبني على ضوء خطط استراتيجية ورؤية عصرية مبنية على أسس علمية. فمثلا عندما قام سموه حفظه الله ورعاه بتدشين المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب في 2008، وهو يعني انطلق من خلال هذا التدشين مبادرات مهمة غطت كل مراحل الدراسية من طالب ومعلم ومنهج وبيئة تعليمية والوسائل التعليمية المناسبة. وبالتالي اشتملت أهم هذه المبادرات التي تفرعت كما هو معلوم منها برامج، مثلا برنامج تحسين أداء المدارس، تحسين الزمن المدرسي، إنشاء كلية البحرين للمعلمين، وهذه إشارة مهمة جدا لما يشكله المعلم من عنصر مهم جدا في العملية التعليمية. اليوم لو نجيب احنا احسن كتاب واحسن نظريات بدون معلم مؤهل قادر لن يكون هناك نتائج التي ينشدها كل مواطن مخلص. فبالتالي اسسنا كلية البحرين للمعلمين بخبرات متقدمة
وأصبح الدخول لهذه الكلية ليس من السهل، وإنما يحتاج إلى معدلات عالية، وتتميز بميزة مختلفة عن مثيلاتها من الكليات التي تعني بالشأن التعليمي، فنجدها تجمع بين التدريب وبين أيضا الدراسة الأكاديمية. كما أيضا كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين أيضا أحدثت يعني تطورا كبيرا فيما يتعلق بسوق العمل والمهارات المطلوبة له، وأهمية تطوير التعليم الفني والمهني، إنشاء هيئة جودة التعليم والتدريب أيضا عامل مساعد مهم جدا في تطوير هذه المخرجات التعليمية بما يدعم التنمية الاقتصادية. في الواقع أن الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين كما هو معلوم 2030 نعتبرها إحنا كجيل يعني يعمل في الميدان التربوي ويتعامل معها بشكل مهم، تجد فيها كثير من الأمور المحفزة لمزيد من العطاء، فهي شعارها أن يكون البحريني الخيار الأفضل في سوق العمل، وبالتالي هذا يتطلب تطوير المسيرة التعليمية، لذلك تحظى هذه المسيرة باهتمام ومتابعة شخصية من سموه حفظه الله ورعاه. ولا شك أن أيضا يعني من المهم أن أيضا أسلط الضوء على برنامج سموه الرائد للمنح الدراسية العالمية التي أيضا تهدف إلى توفير وتأهيل الشباب البحريني وفق أحدث الجامعات. في الواقع أن يعني لله الحمد أن المسيرة التعليمية اليوم في العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى يعني حققت إنجازات، وبدت كثير من النقاط الإيجابية تشكل إشراقة مضيئة بالفرح والإنجاز، وأيضا نبراس يسير عليه. فعلى عجالة فقط لو سمحتوا لي باشر لغة الأرقام، ولغة الأرقام لها دور كبير في إثبات الحقائق وتوضيح الصور. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، يعني التقارير الدولية، احنا لن نتكلم عن تقارير داخل مملكة البحرين فما احترامي لها وهي دقيقة ولله الحمد، ولكن أيضا التقارير الدولية لها تأثير كبير على توضيح وضع مملكة البحرين على الخارطة العالمية. نعم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك.